هو هداف في الملعب احنا ما اختلفناش، وقناص وراجل جامد وكل حاجة، وشايل اسم كمان حسام حسن، وربنا يكرمه ويبقى العميد وكل حاجة. بس في السبورة هنشوف بقى هتعرف تسجل ولا لأ. جاهز؟ ان شاء الله. طب يلا. وليد صلاح الدين رفض تواجدي في الاهلي اثناء اختبارات الناشئين، نعم ام لا؟ نعم. فرج عامر وعدني بالانتقال للاهلي او الزمالك نهايه الموسم، نعم ام لا؟ هو نعم، بس لازم، هو كان حط شروط ان انت لازم تبقى كويس، لازم تجيب اجوان وتسجل، تعدي مثلا يعني، تخلي الناس كلها تتكلم عليك كويس. ماشي، حاطط لك حافز يعني. لم انتقل للاهلي الموسم الماضي بسبب ضعف المقابل المادي لنادي سموحة. نعم. ما كانوش حاطين رقم كويس. هو حط ان انا سمعته 20 مليون كان في لعيبه، بس المهندس فرج عاوز اعلى يعني. عايز اعلى. لكن كانوا خلصوا معاك، اتفقوا معاك على الرقم بتاعك انت ولا لسه؟ وما كانوش لسه؟ لا، هو كان اهم حاجه بين الناديين بس الاول. بين الناديين الاول. اللي بعده. احتفالي على طريقة مؤمن زكريا في نهائي كاس مصر من اجل الرد كان على جماهير الزمالك، نعم ام لا؟ لا، هو عشان هم جماهير الزمالك كانت بتشتم فيا وكده، بس انا الرد تلقائي، يمكن منعني ان انا كنت انا متابع، يعني في ناس مكلماني في نادي الزمالك عن طريق الوكلاء، منعني ان انا اروح نادي الزمالك اخر الموسم ده. ايه اللي منعك؟ طريقة الاحتفال دي؟ الاحتفال هو ده اللي خلاك ما تروحش الموسم ده. وده ندمك على التصرف ده ولا؟ لا، ان انت ما فيش حاجة، لازم يبقى الخبرات ما بتجيش الا بكده بقى كابتن ابراهيم. نغلط ونتعلم. لازم. يعني لو رجع بيك الزمن مش هتعمل كده. مش هحتفل كده، بس هو هي على جت على طريقة لعب خصم للنادي الزمالك بس. بس هي الفكرة في كده. اللي بعده. كان يتم استبعادي من المنتخب لصالح مهاجمين اخرين يلعبون في الاهلي والزمالك؟ نعم. قاعدة جماهيرية واعلام مساندهم بشكل كبير. اللي بعده. تمت مجاملة بعض اللاعبين في قائمة المنتخب بمونديال 2018 من مساعدي كوبر، نعم ام لا؟ لا، هو نعم، بس كابتن اسامة نبيه كان مع حضرتك. اولا ما فيش قائمة كاس عالم يروح فيها فرود واحد. على ما يعني قوائم كاس العالم كلها فهم لا يقل عن 3 4 فراوده. هو مروان محسن مهاجم كبير، بس كان لازم حد يبقى موجود معاه. اتظلمت؟ كان لازم تبقى موجود ولا مش انت بس؟ كان في هو كمان. الحمد لله في السنه دي انا كنت لاعب نهائي الكاس وجايب جون الحمد لله، فنش مع فرقتي. كنت جايب 10 تجوان. فانا عن نفسي انا كنت شايف ان انا كنت اكون موجود معاهم في الماتشات حتى الوديه، ان انا اتشاف. بس اللي بعده. بركات تحدث مع كابتن حماده صدقي قبل معسكر المنتخب الماضي من اجل ضمي؟ قبل ماتش الاهلي كابتن حماده بلغني. اللي بعده. فرصتي في التواجد كمهاجم منتخب مصر اصبحت اكبر بعد تولي حسام البدري المسؤوليه؟ نعم. عشان هو مقتنع بيك. كان عايز يجيبك لما كان موجود هو مدير فني للنادي الاهلي. بالظبط. طيب. اللي بعده. ساشترط اللاعب اساسيا في وجهات المقبله ايا كانت. لا، انا قلت لحضرتك ما حدش بيشترط على النادي اللي هو رايح له ان هو لازم يلعب. لا، انت هتحاول عشان تبقى تدخل ضمن التشكيله الاساسيه، انما انت الانتقال ده بيبقى على فرص بقى المهندس فرج وافق او ما وافقش، انما انت هتروح هتلاقي لازم هتقابل لعيبه كبيره. ماشي. اللي بعده. الاختيارات، امنيتي الفترة اللي جاية العب في الاهلي، العب في الزمالك، او اروح بيراميدز. انا لسه في سموحة، بس التلاتة شرف لاي حد ان هو يلعب الفترة دي اليوم. التلاتة؟ بصراحة. ماشي. اللي بعده. اتوقع ان يطلب سموحة مقابل بيعي 30 مليون ولا 2 لعيبة و20 مليون ولا 50 مليون؟ هو طبعا نادي سموحه عاوز اعلى حاجه، وخاصه المهندس فرج هو شاطر جدا يعني في التسويق، بس هو نادي سموحه هيختار اعلى قيمه ان هو عشان النادي يستفاد بيها. بس انا الاسعار بتاعه اللعيبه مش هترجع زي الاول. مش هترجع زي الاول. انا شايف كده. ماشي كده. اللي بعده.
اكتر مدرب اتعلمت منه مين؟ كوبر ولا حسام حسن ولا حماده صدر؟ انا ممكن اتكلم معه عليهم الثلاثه. اتفضل. انا مستر كوبر هو فرق معايا على المستوى الدولي اللي انا دلوقتي خدت ثقه ان انا لازم اروح المنتخب على طول يعني، وكان دايما يقدمني البرامج في اللقاءات، لازم يشوف بيبني شخصيه حسام ان هو لازم يطلع يتكلم وما يخافش. واول ما انا رحت المعسكر يعني خلانا اتكلم في المحاضره، خلانا اتكلم عشان ادخل جو المعسكر بسرعه واللعيبه اخد عليها، فده فرق معايا كتير. والكابتن حسام، كابتن حسام حسن يعني على الجون خلاني يعني اجريزف اكتر من الاول يعني. ماشي. كروح وباور. كابتن حماده صدقي انا بحبه من لما كان ماسك منتخب المحليين، فرق معايا برضو ان انا اروح منتخب مصر مع مستر كوبر، فالراجل انا بحبه على المستوى الشخصي يعني. فالثلاثه انت شايف ان هم عملوا معاك يعني؟ لو انا هتكلم دلوقتي وكابتن حماده هو مدربي دلوقتي اختار فكابتن حماده. ماشي. اللي بعده افضل مهاجم في مصر حاليا، مصطفى محمد، حسام حسن، مروان محسن. حسام حسن. افضل مدير فني في مصر مين؟ ايهاب جلال، مختار طلعت يوسف. هما ثلاثة مدربين كبار. كابتن طلعت يوسف انا اشتغلت معاه، مدرب شخصية قوية والالتزام عنده رقم واحد. بعيد عن اي حاجة فنية في الملعب، بس انا شفت ان الكابتن مختار برضه كان ماشي كويس الفترة الاخيرة، بس الكابتن ايهاب جلال عمل طفرة في المقص، تحسب له ان هو مدرب كبير. يبقى تختار مين؟ كابتن ايهاب جلال. يا كابتن حسام انت شرفتنا ونورتنا، وانا سعيد بيك جدا، وبتمنى لك يا رب كل توفيق، تكسر الدنيا مع سموحة وتحقق طموحاتك وتحقق كل اللي نفسك فيه، وتظل يعني مصدر فخر والهام لكل الناس اللي حواليك من ولاد قريتك، ومصدر فخر بالنسبه لاسرتك وعيلتك كلها. حبيبي يا كابتن ابراهيم، والله انا اللي كنت مبسوط النهارده اللي انا مع حضرتك، واللي انا يعني اول مره اللي انا اعمل معاك مع حضرتك لقاء، فده شرف ليا. وبدا ان شاء الله يعني ان مصر تعدي من الازمه دي على خير، اللي احنا بنعديها يعني، وكله يلتزم بالتعليمات اللي الدوله حطاها، واحنا طبعا احنا عارفين ان الدوله بتتعب الفتره اللي فاتت، فاحنا ان شاء الله احنا هنساعد اكتر باكتر حاجه عندنا يعني، احنا كلاعيبه كوره اللي احنا نقدر ننصح الشباب اللي احنا لازم نقعد في البيت ونخاف على بلدنا اكتر يعني. ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. اشكرك شكرا جزيلا يا كابتن حسام، واتمنى لك كل توفيق، وشرفت بيك جدا. حبيبي يا كابتن، كل سنه وحضرتك طيب. اشكرك شكرا جزيلا. دي كانت حلقتنا النهارده، انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، بشكر فريق العمل بالكامل، نشوفكم بكره ان شاء الله باذن الله في نفس الميعاد لو في العمر بقيت. تصبحوا على الف خير. سلام عليكم.